ننتقل إلى النشاط التالي، اكتشف وأعبر. إذن نلاحظ الصورة، هذا آزر يجلس في غرفته على مكتبه، وضع كتاب وبين يديه يأخذ لعبة. دخلت والدته فجأة فتظاهر أمامها بأنه كان ينجز واجباته ويراجع دروسه. إذن فما موقفكم من تصرفه؟ وماذا يمكنكم أن تقولوا لآزر؟ ننتقل إلى الصورة الثانية. هذا آزر وصديقته تليلا في المدرسة. إذن هنا آزر يتظاهر أمام الأستاذ بالمرض. لماذا؟ لأنه لم ينجز واجباته المنزلية. إذن فماذا يمكنكم أن تقولوا عن تصرف آزر؟ هو بطبيعة الحال تصرف غير سليم ولا يجوز، وهذا إن عبر عن شيء فإنما يعبر عن التكاسل والتهاون في أداء الواجب المدرسي.